ليش ساكتة؟ ما بدك تجاوبيني على شيء؟ بالمقابلة ليش هديك اسمها مقابلة؟ كنت مفكرتها جلسة لحضرتك تزل الناس فيها. انت ما كان بدك غير وحدة متعلمة لحتى تخدمك. مظبوط، بس من هلأ ورايح ما رح تكوني متعلمة حتى. عن جد؟ طيب قلي، شو الفرق بين تعليمي وتعليمك؟ الفرق إنه فشلتي بالتخرج. يمكن حضرتك متعود تخوف الناس يلي حواليك، بس أنا ماني خايفة منك أبداً ولا من طريقة استهدارك. هيك بتكون الشجاعة، بتواجهي الولاد بالشارع وبتردي جواب بالمقابلة وبتتركيها وبتمشي من نصها. وهلأ بدك تروحي؟ يعني أنت برأيك هذا التصرف فيه قوة؟ يا خسارة، بتصور أني ما كنت فهمان القصة صح. بصراحة أنا فكرتك قوية. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.